قناة الحوار سعيدة باستضافة أول مرأة أمينة عامة لحزب سياسي ليس فقط معارض بل حزب سياسي إطلاقا. فكل تهانينا الرفيقة مي الجريبي الأمينة العامة الجديدة للحزب الديمقراطي التقدمي في تونس. رفيقة مي أهلا وسهلا بك. أهلا بك وشكرا جزيلا على استضافتي وشكرا جزيلا على تهانيكم. خليني سي طاهر نستغل الفرصة هذه لأحييك وأحيي كل العاملين في قناة الحوار، هذه المنارة التي تسعى لكسر طوق اللغة الخشبية الإعلامية في تونس، فشكرا مجددا. رفيقة مية، طبعا بالنسبة لك أنت من الطبيعي أن تكون مرأة أمينة عامة لحزب معارض أو غير معارض، لكن المجتمع التونسي والثقافة التونسية والعربية الإسلامية بشكل عام لا أعتقد بأن تعتبرها حادث عادي أو اعتيادي. فأنت كيفاش عشت هذه، لا أقول ترقية بل هذه المهمة؟ هو أنه حدث ليس عادي، أكيد أنه ليس عادي باعتبار العادي هو ما دأبت عليه الناس، وفي تونس ما عشناش تجربة كيما هذه. أنت تحدثت على الواقع العربي الإسلامي، أنا أقول بصفة عامة على مستوى العالم المرأة لا تتبوأ المكانة الأولى في مستوى القرار، وهذه قضية مطروحة على مختلف المنظمات الدولية وحتى على المنظمات الأممية، هي دفع المرأة لأن تتبوأ مكانة القرار. وبالتالي هو حدث هام، أنا شخصيا نعيشه كحدث هام من هذه الزاوية. الذهنية العامة يمكن أن نقول أنها لم تعتد هذا الأمر، وهذا أمر يشرفني، ولكن في تقديري علينا أن لا نغالي في المسألة هذه. فبقدر ما تقوم المرأة بأدوار خفية لا فقط على المستوى السياسي والاجتماعي وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي، وأنا دائما أؤكد على دورها الخفي الاقتصاد المهمش وفي تحمل أعباء أسرتها وبالتالي تحمل أعباء وانعكاسات مشاكل اقتصادية على المجتمع برمته. إذا أقول أنه إذا كانت المرأة تقوم بهذه الأدوار الخفية فهذا لا يعني أنها لا تقوم بهذه الأدوار. ما هو جديد هو أن تتبوأ المرأة مكانة القيادة، هذا هو الجديد، ولكن أن تتحمل دورها أنا أؤكد أن في المجتمع التونسي كما في المجتمعات الأخرى، خلينا نركز على المجتمع التونسي، في المجتمع التونسي المرأة تتحمل مسؤولياتها على مستوى نقابي، على مستوى اجتماعي، على مستوى حقوقي. أكيد أنه على المستوى السياسي المنظم المرأة لا زال دورها دون المطلوب، وأعتقد على الأحزاب وعلى المنظمات وعلى المناضلات النسائيات أن تتحمل دورها حتى ترتقي المرأة لهذا العمل السياسي المنظم، وبالتالي ومن ثم تتحمل المسؤولية الأولى وتتبوأ مكانة القرار. نحن بدنا أول شيء أن نعرف بمي الجريبي كشخص وكإنسان وكمواطنة، فشنو هي مسيرتك أنت الشخصية بشكل عام؟ على مستوى شخصي مهني أنا مديرة عامة في مكتب دراسات يهتم بدراسات السوق ماركتينج. على مستوى مسيرتي النضالية أنا نشأت في وسط مسيس. أنت كنت من المؤسسين للجذور الحزب الديمقراطي التقدمي اللي كان التجمع الاشتراكي. أي شرفني أن يكون عضو مؤسس التجمع الاشتراكي اللي تأسس سنة 83. كنت مناضلة في الحزب، شاركت في النقاشات اللي أعطت بناء الحزب هذايا وتأسيسه، ثم ارتقيت إلى المكتب السياسي في أواخر الثمانينات، وقبل ترشحي للأمانة العامة كنت مسؤولة التنظيم والهياكل. نعم. الشيء اللي ملفت الانتباه في تونس، لا أقول في تونس فقط يعني حتى تقريبا حتى في العالم العربي بشكل عام، هو ضعف الحضور النسائي في الحركات السياسية. كيفاش تعيشها في تونس وكيفاش تفسرها؟ هو ضعف المشاركة السياسية حالة عامة نعيشها، تعيشها البلدان العربية بتفاوت، وأعتقد هالتفاوت مرتبط بحالة الحريات العامة. فكلما اتسع مجال المشاركة السياسية وكلما اتسع مجال الحريات السياسية نجد المرأة والشباب والرجل
تشارك في الحياة السياسية وتتفتق الطاقات. نذكر هنا سنوات الثمانين في تونس كان هناك حركية في تونس نشهد على المستوى النقابي. كانت هناك لجنة المرأة العاملة اللي نحييها واللي كان عندها دور مهم في إدراج المرأة في العمل النقابي. كان هناك كثير من النشاط السياسي المنظم وغير المنظم اللي شاركت فيه وتشارك فيه النساء. فإذا المسألة في تقديري مرتبطة بمجال الحريات وبمجال تفتق الطاقات وبمجال تنوع المجالات اللي تنجم تدخل فيه المرأة وتشارك، كما يشارك الرجل وكما يشارك الشباب وكما يشارك كل فئات المجتمع. هذا لا يخفي نقطة ثانية، هي فعلا المرأة مقارنة بالرجل هي في مستوى أدنى من المشاركة. مرتبط الأمر هذا بالذهنية العامة، مرتبط بالمسؤوليات المنوطة بعهدة المرأة اللي عليها أن تتحمل واجباتها العائلية وواجباتها الاجتماعية وواجباتها المهنية، والذهنية العامة لا تسهل هذا الأمر نعرف كلنا. مرتبط بموروث ثقافي لا يضع المرأة في مستوى خارج الوسط العائلي ويضعها يبوئها مكانة في الفضاء العمومي بالمعنى العام للكلمة. أعتقد تضافر هذا وذاك يجعل أن المرأة ليست بالدرجة المطلوبة، ولكن علي أن أؤكد أن عموم المواطنين في تونس لا ينخرطون في العمل السياسي لانحسار مجال الحريات، لعدم الثقة ربما في إمكانية جدوى هذا العمل، والخوف باعتبار حالة الخوف الجاثمة على صدور كل الناس. فأعتقد أنها عملية مترابطة بين العمل على مستوى نسائي وبين العمل على المستوى السياسي العام بالمعنى العام الكلمة، حتى تحدث هذه الحركية في المجتمع وحتى تشارك كل الفئات في العمل السياسي وفي ناحية ملامح المجتمع اللي نطمح له على كل مستويات مش فقط على المستوى السياسي. وهل ميا جريبي كعنصر نسائي قيادي لحركة سياسية في تونس عندها نية وخطط عمل لتوسيع المشاركة النسائية في هذا العمل السياسي؟ فعلا عندي خطة عمل، أنا أقول بدون تواضع كاذب، عندي خطة عمل لتوسيع هذا الحزب. هو الحزب قاعد يتوسع الآن، تعرفوا كلكم واكبتوا تطوره، وهو في مرحلة تطور وفي مرحلة مأسسة، وكل من يتحمل المسؤولية الأولى في الحزب في هذه الفترة عليه أن يطرح عليه هذه المهمة حتى يمكن للحزب أن يتحمل مسؤوليته. ومن يقول توسيع الحزب يقول توسيع الحزب لفئات الشباب، لفئات النساء ولمختلف فئات المجتمع. هذا هو الحزب، هو يطمح أن يكون مجمع لكل مختلف فئات المجتمع. بالنسبة للجانب النسائي، أنا يشرفني أني منذ إعلان ترشحي لمست اهتمام نسائي بالحزب، هذا حقيقة شيء يسعدني ويشرفني، ويشرفني أني ألعب هالدور هذايا. فأحدثت حالة من التأنيف دجا قبل المؤتمر في الأشهر القليلة التي سبقت المؤتمر، وهناك اهتمام، والآن هناك نواتات نسائية جدية في الحزب الديمقراطي التقدمي، وأعتقد أنها ستكون بمثابة، وسأسعى شخصيا أن تكون بمثابة كرة الثلج التي تتطور تعرف في المجال السياسي كما في المجال الاجتماعي كما في مجال أي نشاط. العملية تراكمية مهمة جدا، وهناك فعلا خطة عمل لتوسع الحزب للفئة النسائية ولأيضا تبني قضايا المرأة داخل الحزب. وهنا نشير لأن لأول مرة مؤتمرنا الأخير يطرح لائحة نسائية وتناقش بعمق وتطرح خطة عمل على الرجال والنساء داخل الحزب الديمقراطي التقدمي حتى نتبنى هذه القضية وحتى ننزل ما نحمله من مبادئ حول المرأة منزلة العمل الميداني ومنزلة المهام المرحلية الملموسة. شنو أهم خطوط البرنامج الحزب متجهة نحو النساء بشكل خاص؟ اسألني على الخطوط العامة، ليش النساء برنامج؟ لا، لأنه معناها أنا شخصيا أشعر بنوع من الخجل كيف نشوف الحزب الحاكم يقترح ويفرض مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 25%، وأحنا كمعارضة تقدمية ديمقراطية نقتصر على 10% أو مرات فيما أحزاب فيهاش حتى 1%. فطبعا النساء نصف المجتمع، والنساء في المجتمع العربي الإسلامي هي الرمز للتحرر العقليات. أنا أعتقد قلت لك بكري شوية قلت لك أنه
المجتمعات العربية الإسلامية يعني يتحولوا إلى مرحلة الحضارة فعلا يوم تحكمهم مرأة، حتى كل العقلية المتخلفة عن الرجولة ودور الرجل والرجال يقاومون عن النساء إلى آخره، حتى تضمحل مرة واحدة من التاريخ العربي الإسلامي. فعلش هذا تسبب السؤال، شنو المحاور المتجهة بالخصوص نحو النساء؟ هو فما زوج مستويات، هو فما ضرورة دفع المرأة أنها تنخرط في العمل السياسي، وإذا كان نحكي على الحزب الديمقراطي التقدمي هو دفع المرأة أن تنخرط في الحزب الديمقراطي التقدمي وأن تتبوأ شيئا فشيئا مكانة القرار، سواء على المستوى الهياكل القيادية أو حتى في الهياكل الوسطى والهياكل الجهوية. في هالمجال هذايا فما كثير من الأفكار المطروحة، لا فقط على مستوى تونس وإنما حتى على مستوى عالمي، هي مسألة المحاصصة وهي مسألة القدر المطروح على المرأة إلى آخره. أعتقد أنه في الحزب ضروري أن نندرج في هذا الإطار الواسع الذي يشجع تواجد المرأة، لا أقول محاصصة بل أقول ربما تشجيع الهياكل الجهوية أن تكون في كل هيئاتها، ضروري أن تكون امرأة، ضروري عملية دفع هذه مطروحة. هذا جانب، وهذا يجعل المرأة تتحمل مسؤولية، وإن تحملت مرأة مسؤولية فإن الأخريات يحذين حذوها إلى آخره. هذا جانب. الجانب الآخر اللي أعتقد يفعل دور المرأة ويفعل تواجدها هو تبني قضاياها، هو طرح القضايا هذه، مسألة المساواة، تكريسها على مستوى الواقع، طرح القضايا التي تتعلق بالمرأة على مستوى اجتماعي، على مستوى مهني ونقابي إلى آخره، التعرض للقضايا الثقافية المربوطة بنظرة الرجل للمرأة ونظرة المجتمع للمرأة، العنف المسلط على المرأة، العنف السياسي المسلط على المرأة، ونعرف أن العنف السياسي إن كان لفظيا أو جسديا وخصوصا لفظيا هو يتجاوز العنف المسلط على الرجل. نعرف الكل في التحركات الميدانية القدر الرهيب من الألفاظ النابية التي تتعرض لها المرأة. إذا أقول أن هناك كثير من المسائل الثقافية ولكن أيضا وبالأساس الاجتماعية التي على الحزب الديمقراطي التقدمي أن يتبناها، أن يطرحها للنقاش وأن ينزلها منزلة الواقع، حتى نتواجد حيث تتواجد المرأة وحتى نطرح أنشطة عملية فيما يتعلق بموضوع المرأة. هل هناك نمط قيادة سياسية مختلفة سوف تطبعها ما يجريبي على قيادة الحزب تختلف في شيء ما مع قيادة الأخ نجيب الشابي؟ هو أنا يظهر لي كل بشر عنده بصمة نتاعو، يعني مش نسخ بعضنا البعض، وإن نحمل نفس الخط السياسي، نحمل نفس المبادئ، وإن الآن متوحدين في الحزب كلنا على الخط السياسي اللي انت ما سألتنيش عليه، على الخط السياسي اللي أقر المؤتمر. وأكيد أن هناك قرارات عامة يجب أن نسير عليها، لا فقط على المستوى السياسي وإنما على المستويات الأخرى بما فيها المستوى التنظيمي، لكن أعود وأقول أن كل بشر عنده البصمة. تسألني شنو توجهاتي وشنو طرحي أنا كمية مسؤولة، لا كطريقة قيادة حزب. طريقة القيادة هو أنا كنت مسؤولة التنظيم ومقهام في الحزب، وأزعم أني كنت قريبة جدا من المناضلين باعتبار المهمة اللي كنت متحملتها، فسأواصل في هذا العمل، هو قربي من المناضلين، استماعي إليهم، بناء المواقف الجماعية. نحن نؤمن، مش أنا بركة معناها ما حطيش في روحي بركة، نؤمن كثيرا بالبناء الجماعي للمواقف، وسنكرس ذلك أكثر في بصفة مؤسساتية الآن في الحزب، هو البناء الجماعي للقيادة للمواقف، هو جعل الحزب مجال للحرية وللإبداع، وطرح على نفسي أنا كمسؤولة في الحزب هذا أنه الحزب الديمقراطي يكون مجال للتنوع، لا فقط على مستوى الخلفيات الثقافية وإنما على مستوى العطاء، على مستوى التدخل، وأن لا يقتصر تدخلنا فقط على المستوى السياسي بالمعنى التقليدي للكلمة. على الحزب الديمقراطي وعلى المناضلين هنا سأسعى، تقول أنت على نمط قيادي، سأسعى أن يكون هذا التدخل وهذا التنوع يتجسد في كل مجالات الحياة الاجتماعية، على الحزب أن يكون له تدخل اجتماعي ثقافي اجتماعي
وايضا السياسي. اذا قلت انه اؤكد على انه الحزب يكون مجال رحب للحريه، وان يكون يفسح المجال لمناضليه ان يعبروا على ارائهم، لا فقط من حيث البناء السياسي التقليدي، وانما حتى على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، على المستوى الابداعي، أن يدفع الابداع، ان ننشا نوادي ثقافيه داخل الحزب، ننشا نوادي فكريه، ننشا نواتات عمل اجتماعي، وان شاء الله نتمكن ايضا من بعث دي فورام على مستوى الانترنت داخلي، حتى يتمكن كل مناضل من ابداء رايه. مش لازم يكون عنده القدره حتى يبلور هذه المواقف بصفه مصاغه معمقه الى اخره. تنطلق هذه المجالات الرحبه للتلاقح والنقاش. وايضا نقطه اخرى في نمط القياده، وهذه ماهوش جديد، معني مانيش انا باش نطرحه، لكن على كل حال طرحته باعتباري المسؤوله الاولى على الحزب، هو ماذا أبنى على تسميته في الحزب بمؤسسة الحزب الديمقراطي، أي تكريس مسألة الآليات الديمقراطية والاحتكام لها، تحميل المسؤولية، المتابعة، التقييم. يعني كل مناضل عليه أن يتحمل مسؤولية، كل مناضل عليه أن يشعر أنه هو المسؤول الأول على هذا الحزب، وأن يكرس كل المبادئ الحزبية في حياته اليومية يوما بيوم، مش بركة في المناسبات. عندي سؤال غير بريء. مرحبا بهذا السؤال غير بريء. قلت أنه محاور العمل السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي في تطوير المشاركة النسائية في العمل السياسي بشكل عام وفي إطار الحزب بشكل خاص، أنه توجه إلى العنصر النسائي للتنديد بالقمع الخاص المسلط على النساء والمطالب بالمساواة إلى آخره. فحسب معلوماتي أنه لا شيء صدر عن الحزب يدل على اعتماد الحزب لمبدأ المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مثلا. كيفاش تفسري هذا التخلف عن، مش تخلف ذهني ولا سياسي، التخلف عن ركب المعاصرة؟ ركب المعاصرة هو عنده برشا، نعم، برشا قواعد وبرشا قوانين، يعني لازم نتفقوا عليها. المساواة في الإرث هي شرط أساسي للمعاصرة أو لا؟ موضوع المساواة هي قيمة إنسانية نؤمن بها، المساواة كقيمة إنسانية، والمساواة بين المرأة والرجل نؤمن بها داخل الحزب الديمقراطي التقدمي والنظر من أجلها، ووجودي على رأس الحزب هذا هو تكريس طبعا. الآن قضية المساواة في الإرث هي قضية مطروحة حديثا للنقاش، طرحتها جمعية النساء الديمقراطيات، ونحن نساندها في طرحها، يعني نشجعها في هذا الطرح ونفتح المجال. هذا راني جيت كان العفو مي، لم تطرحها جمعية النساء الديمقراطيات، طرحها بورقيبة الله يرحمه في خطاب شهير سنة 1974، وعطى مثال زوجته الله يرحمها أخوها منظر، قال أختي تلهت بتدريس أخوها وقامت على تربيته وبعد وفاة والديه وكذا، يقول بعدين يكبر الراجل وتولي هو يأخذ الضعف ما تأخذ أخته، فعدم عدالة معناها. طرحها بورقيبة أوكي، ولم يطرحها المجتمع في نقاشاته العامة المعروفة ككل القضايا، والآن طرحتها النساء جمعية النساء الديمقراطيات وهي مطروحة للنقاش. أعتقد أنها قضية تتطلب نقاش معمق، تتطلب نقاش حر يشارك فيه مختلف الأطراف بما فيها المتفقهين في الدين. هي قضية تتعلق بالدين وبالتشريع الدين، ومن هذه الزاوية تهم عموم المواطنين، لا فقط الحزب الديمقراطي التقدمي ولا فقط النساء الديمقراطية. هي قضية مطروح لتعميق النقاش فيها كما قلت، مطروح كل المتدخلين في هذه القضية أن يدلوا بدلوهم، ومطروح أن نقدر موقع هذه القضية في الأولويات الوطنية. هذا نقاش مطروح للزمن، لا أشعر شخصيا ولا أشعر في الحزب الديمقراطي التقدمي أنها قضية ملحة فلتدرس فلتناقش فليدلو كل بدلوه، والمجتمع سيتطور، ومفروض أنه يكون في حالة حرية وفي حالة شفافية مطلقة حتى كل الآراء تتقدم بكل أريحية. و للحديث بقية لا موافقك أنه معناها الموضوع لازم أن يطرح موضوع نقاش عام وديمقراطي وحر أخي.
لكن كل حزب سياسي هو تعبير عن موقف نخبة، والنخبة دورها مش أن تتبع الرأي العام، مرات أن تعطي اتجاه للرأي العام وأن تحاول توعية الرأي العام إلى، لأن النخبة دورها هو الاقتراح. إذا كان النخبة دورها أن تتبع مثل الخرفان تتبع الرأي العام أو الشعب، ما عادش نخبة، ولات معناها تبعية للشعب، والشعبوية معناها تولي البوبوليزم هذاك اللي يقول لك الشعب عنده الحق. كل واحد يجي يقول لك الشعب عنده الحق، هو الشعب غير موجود. شعب كشعب أنا كعقلية وكفكر وكتيار غير موجود، موجود أناس مختلفين يكونون شعب معنى بالمعنى الإحصائي، لكن الشعب كموقف مش موجود. أنت تروح برشا أفكار مع بعض. نعم تروح برشا أفكار مع بعض. شوف كشعب غير موجود أنا لا، أنا أعتقد أن الشعب التونسي الشعب كموقف، والشعب التونسي يعبر على مواقفه مما يحيط به بطرق مختلفة. حالة ضرب الحريات وحالة التصلب والانغلاق تمنعه من أن يعبر على مواقفه. أنا نشعر بصفة كيفية كاليتاتي في المجتمع بموقف الشعب التونسي من إعدام الرئيس صدام حسين، هذا نشعر به، وهذا موقف الشعب متعاطف تماما مع صدام حسين وضد الجريمة البربرية، ضد الجريمة إيه؟ وبالتالي هذا موقف شعب. أشعر بحالة من القطيعة بين المنظومة السياسية الحالية وبين الشعب، ولكن هل تقدم الشعب للممارسة؟ قل لا، باعتبار أن النخبة لا زالت يجب عليها أن تقوم بدورها، وباعتبار أن هناك حركية في المجتمع على الشعب أن المجتمع على الشعب الحركية هذه تعطي في عملية تراكمية إلى آخره، أن الشعب يعبر بصفة عملية عن مواقفه. وبالتالي أنا بالنسبة لي الشعب موجود وعنده مواقف معبر عنها بصفة أو بأخرى حسب الظروف وحسب المعطيات وحسب درجة الحريات. هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني هو دور النخبة. أنا ما طرحتش دور النخبة في الحزب السياسي. دقيقة حبيتي أو كرهتي فنخبة. دقيقة أي، لكن أنا في الطرح متاعي لما جاوبتك ما طرحتش دور. أنا معك أنه في بعض الأحيان التشريعات تسبق وضع العام للمجتمع ومجلة الأحوال الشخصية، وإن عبرت على حالة موجودة آنذاك، حالة من التطور في المجتمع التونسي، فإنها تقدمت على المستوى العام للمجتمع التونسي. وهناك عدد من التشريعات متعارف عليه تسبق القانون، مش دائما يعبر على الحالة الموجودة وإنما يعبر على حالة من التقدم. ولكن أعتقد أن التشريعات والطروحات والمواقف تأخذ بعين الاعتبار الحالة العامة في المجتمع والذهنية العامة. تقول أنت تتبع خلفين وكل شيء، الصور هذه لا أنخرط فيها، ولكن أقول من باب احترامي للشعب اللي أعطيت مفهومي ليه، مش كل مفهوم سيادتك، من باب احترامي أني أخذ بعين الاعتبار كل هالطروحات. وحتى مش مستحدثة في تونس هذه، نعرف حتى في البلدان الأخرى، في البرتغال، في أعتقد في إيطاليا إلى آخره، قضايا مثل قضية الإجهاض لا تطرح كقضية مطروحة كمعركة مطروحة في المجتمع، وهذا متعارف عليه. إذن القضية ماهيش نتبع ولا نتقدم، القضية هي في تقدير لابيرتيناس متاع المسألة، في تقدير أولوية المسألة المطروحة على المجتمع وعلى الفرقاء السياسيين وعلى الأحزاب السياسية، وأيضا القضية في أنها قضية بهالأهمية هذه وبعلاقتها الوطيدة بديننا علينا أن نطرحها في تؤدة وأن نناقشها وأن نعمقها وأن يأخذ الأمر مجراه بعيدا عن الاتفاقات السياسية. أعتقد أنها مثلا هذه أنت تطرح لي على علاقة الحزب السياسي، لا أعتقد أنها تقف عثرة في وجه الاتفاقات السياسية وفي وجه الفعل السياسي في تونس. رفيقة مية كلامك صحيح، لكن الموضوع تقول لي يوم تطرح القضية احنا نعبروا عن موقفنا، هل معناه انه عندكم موقف ولا لا؟ انا ما قلتش يوم تطرح القضية سنعبر عن موقفنا. اولا نقول انا واحنا في الحزب الديمقراطي مع الحرية المطلقة، باهي معقولة، ونناظر من اجل طرح كل القضايا. وهل القضية مطروحة؟ مطروح نقاشها باعتبار انه طرحت مطروح نقاشها. يعني عندكم موقف منها ولا لا؟ المسألة لم تناقش في الحزب الديمقراطي تقدمي بالعمق المطلوب، وعلينا ان نناقشها وناخذ وقتنا ونعبر في الوقت
ضروري اللي راوها احنا سانح سنعبر عن موقفنا. يعني مثلا ماهيش مش عندنا موقف مخبين ونشوف وقتاش نخرجوه. لم تناقش بالطريقة اللي لازم تروح مناقشتها بالعمق وبالوقت الضروري وبتداخل مختلف العناصر. أولها العنصر الديني اللي احنا نطرح احترامه ونطرح عدم التعارض معه. طبعا بالله سؤال غير بريء أيضا. اليوم لو تعمل استفتاء فيما تسميه الشعب التونسي، وأنا أكرر بأن الشعب بالمعنى السياسي غير موجود، بالمعنى الإحصائي والثقافي موجود، لكن بالمعنى السياسي غير موجود، لا يوجد شعب، لأن تلقى أفراد عندهم اتجاهات مختلفة ومجموعات عندهم مجموعات مختلفة، والناس اللي يحكيوا عن رأي الشعب وموقف الشعب يسموهم بوبوليست، كما بيرلوسكوني، كما معناها الديماغوين، كما الرفيق المرزوقي، كيف يحكي عن موقف الشعب. قلت لك اليوم كان في أوساط الشعب حسب رأيك أنت تعملي إحصاء، هل هناك أكثر ناس يطالبوا بالديمقراطية أو بالمساواة في الإرث؟ لأنه أنا عمي يقول لي الديمقراطية شعب به تأكل الخبز هذه ما تأكلش خبز، معناها الديمقراطية ليست مطلب شعبي، الديمقراطية مطلب نخبوي. فهل برأيك الديمقراطية تفوق المساواة في الإرث أو العكس عند الاستفتاء نزيه وحر؟ أولا ساعة خلنا نرجع لك الحديث عن موقف شعب وشعب. الحديث عن موقف شعب هذا يطلب حالة من الحرية وحالة من الممارسة والمشاركة السياسية اللي ماهيش متوفرة. أما الحديث عن شعب وما يحمله من هموم ومن هواجس ومن مواقف عامة، توجهات عامة المواقف، أنا هنا نعاود نأكد أن عنا شعب تونسي نحترموه، احنا على الأقل في حزب ديمقراطي تقدمي، ونطرح أنفسنا فصيل معبر على تطلعاته. نقول أن الشعب التونسي عبر على موقفه من زيارة شارون ثم شلوه، الشعب التونسي عبر على موقفه من إعدام الرئيس صدام حسين، من غلاء المعيشة، من عديد المناسبات، لكن لا يتشكل هذا الحزب في تنظيمات جماهيرية واسعة نظرا للوضع السياسي اللي نعرفه. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أولا ما فماش استفتاءات في تونس وما فماش إحصائيات شفافة نظرا للأوضاع اللي نعرفها، وبالتالي الحديث على أنه تو نعمل استفتاء ولا تو نعمل صبر أراء والاستفتاءات لها شروطها، أهمها هي الشعور بالحرية والشعور بالقدرة على إبداء الرأي، وأنه هذاك الرأي يحسب ويكون له من يأخذ بالحسبان، مش نحط ورقة وتطلع حاجة أخرى. الآن شنو ورايي يزم يرتكز على إحصائيات، لكن خليني نتفاعل مع نقطة هي الديمقراطية، هل هي مطلب نخبوي أو شعبي؟ أنا أقول الحرية والكرامة هي مطلب شعبي. النخبة والأحزاب السياسية تعبر عليه بصفة منظمة، بصفة مواقف مبنية إلى آخره، ولكن حالة اللي أنا سميتها حالة القطيعة الآن بين المنظومة السياسية القائمة وبين الحالة الشعبية هي تعبر على توق هذا الشعب للحرية وللكرامة، وفي عديد المناسبات عبر عليه الشعب التونسي هذا بصفة عامة. نعم. أنه الأحزاب عبرت على ذلك بثواب الديمقراطية وبعناصر ديمقراطية، دائما النخبة تتقدم الشعب التونسي. هل الشعب التونسي لما نطرح القضايا الديمقراطية، لما يتفاعل الشعب التونسي مع قناة الحوار، لما يتفاعل الشعب التونسي إيجابيا مع الفضائيات التي تطرح القضايا التونسية، يتفاعل إيجابيا لأنه يتوق إلى مجتمع أفضل ويتوق إلى مجتمع تتوفر فيه الديمقراطية؟ ولا أعرف في تونس اللهم إلا القليل من يقول أن الديمقراطية تتعارض ومطامحه. الشعب لا ينخرط في عملية تناظر من أجل الديمقراطية باعتبار العزوف عن عمل السياسي تدرى وهذا المطروح علينا كحزب، ولكن لا يقول أن من يطرح النضال من أجل الديمقراطية هو يتعارض مع مصالحه، بل بالعكس ينظر إليه بنظرة إيجابية. وهذا يجرني الحديث أنه من يطرحون النضال الديمقراطي الآن في تونس هم يستجيبون لحالة معبر عنها أو غير معبر عنها لدى الشعب التونسي، هذا جانب. أما الحديث عن المساواة في الإرث فأنا أتساءل هل هو تلبية حاجة في المجتمع أو لا؟ نتحدث على استفتاء،
لا اعتقد انه لو قمنا بالاستفتاء فما ناس تقول لي بربي الحريه مش باهي تونس ولا الديمقراطيه مش باهي تونس. طبعا لا، موضوع الارث هو موضوع نقاش، اقل ما يمكن ان انا اقوله الان قبل ان نخوض كل النقاشات هو موضوع نقاش، ومتاكده انه سيكون في المجتمع من هو مع ومن هو ضد، وسيتدخل المتفقهون في الدين، وتكون هناك نظرة خلفيتها إسلامية وهي مهمة، ونظرة خلفيتها من عشر سنسميها تطرح المساواة بدون الارتباط بالخلفية الإسلامية. وأعتقد أن علينا أن نأخذ كل المسائل بعين الاعتبار وندرجها ضمن هذا النقاش اللي أعود وأقول لا يجب أن تكون نتيجته في تعارض مع الدين الإسلامي اللي نحملوه احنا كشعب واللي نحملوه. شكرا. لاحظت في كلامك عبارتين، والعبارتين ترددت في المؤتمر نتاع الحزب وخاصة في جلسة الافتتاح اللي هي كرامة كمطلب. فبصراحة ما عنديش تصور للمطالبة بالكرامة، كيفاش نطالبوا بالكرامة معناها اللي هي قيمة أخلاقية، كيفاش نطالبوا بها السياسيين؟ فوالله يفسر لي ذلك أمكن. هي قيمة أخلاقية وقيمة إنسانية عامة. نعم. وتحتضن كل شيء. احنا شعارنا مؤتمرنا انعقد تحت شعار مواطنون لا رعاية. نحن مواطنون ونؤمن بالمواطنة. نعم. ولنا أحقية في الحياة الكريمة كمواطنين. هذا ديجا معناها مدخل للموضوع هذا. خليني نرجع لك، وانت متحبش نتحدث على الوضع السياسي باعتبار تعرضت لي في تغطية المؤتمر إلى آخره ورؤيتنا للوضع السياسي. لا أقول بعجالة، المنظومة السياسية القائمة الآن جاءت على أساس عنوانين أساسيين. أولا أن الشعب التونسي جدير بحياة سياسية كريمة، جدير بحياة ديمقراطية بالتدرج إلى آخره، ولكن طرح على نفسه المنظومة السياسية هذه طرحت على نفسها الانتقال إلى وضع ديمقراطي، وجاءت هذه المنظومة على أساس عنوان اسمه لا رئاسة مدى الحياة. الآن نحن نعيش تكريس فعلي للرئاسة مدى الحياة، ونحن نعيش وضع لا معنى له لصندوق الاقتراع. ولما نقول لا معنى له لصندوق الاقتراع نقول لا معنى لكلمة الشعب في من يحكمه، في من يمثله، في تركيبة مؤسساته إلى آخره. دونك ببساطة نحن نطالب أن يكون هناك دستور يفصل بين السلطات إلى آخره، ويمكن المواطن من عيش حياته السياسية وحياته تكور بصفة مسؤولة وبصفة تجعله يشعر بمواطنته، ونطالب بأن يكون هذا الشعب له كلمته فيما يدور حوله، سواء عبر توفير الحريات العامة إلى آخره، سواء عبر التنظم، سواء عبر تمكينه من اكتساح مجالات التعبير العام، وسواء عبر صندوق الاقتراع. هذه الكرامة التي نطلبها الشعب الكرامة في إطار. الكرامة هي في يعني في تعبيركم أنتم معناها اللي هي تكريس أو احترام صندوق الاقتراع، هذا هو. لا مش فقط، هو مظهر من المظاهر اللي احنا نأكدوا عليها لأنها أصبحت عنوان تخلف الحياة السياسية في تونس. ولكن كرامة التونسي هي في أنها كلمته يسمع، يكون لها صدى وتسمع، في أن لما يحتكم للقضاء يجد أذن صاغية ويجد هيئة قضائية مستقلة تعطيه حقه. الكرامة هي أيضا في كرامة الشغل وفي الحياة الاجتماعية الكريمة. هي الكرامة المواطنة، هي يعني عنوان متكامل يسري على كل مجالات الحياة، وعلى الحزب السياسي أن يتدخل في كل مجالات الحياة حتى يناظر من أجل الحياة الكريمة اللي احنا سميناها مواطنون لا رعاية. معقولة. الرفيقة مية، فما سؤال آخر ما نعرفش إذا بريء أو غير بريء، فأنت عندك الاختيار في تصنيفه. فما من يقول اللي كون المؤتمر صوت لصديقنا أحمد نجيب الشابي كخطة مفوض عام ومكلف بالشؤون الشؤون السياسية والدولية، كما يعني التعبير الصحيح، مفوض الحزب الديمقراطي تقدمي للعلاقات الدولية والسياسية، علاقات دولية والسياسية. فما من يقول أنه الرفيق نجيب خرج من الباب ودخل من الخوخ. طبعا هذه تقييمات
الناس اللي معادين للحزب. انا شخصيا من اصدقاء الحزب ونتشرف بذلك. اتمنى ان لا اصدقاء الحزب، لا اعتقد انه الحزب شو اقول لك الوحيد تقريبا في رايي انا، رغم خلافاتي مع حزب الموقر، فاعتبر الحزب الوحيد اللي عنده مصداقيه حزب في بلادنا. فاعتقد ان شخصيا انه رغم خلافاتي مع حزب الديمقراطي التقدمي، فالحزب الوحيد اللي عنده تمشي فعلا استقلالي عن السلطه، وعنده برنامج، وعنده مصداقيه، وعنده خطط عمل اللي تجعل منه حزب مبوب للعب دور في الساحه الوطنيه التونسيه. فطبعا يهمني ما يقال عن هذا الحزب اللي نعتبره، وبالاضافه لذلك اعتبره كحزب صديق، ممكن اتعامل معاه وفي كل الاشكال من فالناس اللي يقولوا هالكلام اللي غير مغرض شويه يهمني، وارغب في رد من الرفيق مي عن هذا. اولا شكرا على شهادتك بالنسبه للحزب، شهاده نعتز بها. ثانيا بكل صراحه ما اشعرش انه طرح مغرض، هو تساؤل. نعم. هو تساؤل لانه مناش مستنسين برشا بالتداول في تونس، ولأن الحزب الديمقراطي كان على رأسه نجيب شابي تيرة 20 سنة أو أكثر بقليل، فلما حصل هالتداول هذايا وحصلت هالمهمة هذية اللي أقرناها في المؤتمر أحدثت حالة من التساؤل، مش نقولش أكثر، بقطع النظر على دواعيها أعتقد أن مطالبين بمد التوضيح الضروري، وكل تساؤل مشروع عندنا. إذن اللي دفعنا لهالطرح هذايا، أولا التداول حكينا عليه برشا، ولحظة مهمة في تاريخ الحزب، وتعبر على قناعة داخلية لدى نجيب الشابي اللي حقيقة نحييه بالخطوة اللي عملها، اللي هي والرسالة اللي أرسلها للمختلف مكونات المجتمع المدني وللحكم، ولكن أيضا للحزب داخليا حتى دفع الطاقات لتحمل مسؤولياتها. إذن هذه نقطة التداول. والنقطة الأخرى وعبر عليها أيضا الأخ نجيب في الجلسة الافتتاحية، هو أنه لا ينوي الانسحاب من الحياة السياسية، ولا ينوي الانسحاب من الحزب الديمقراطي التقدمي، وأعتقد أنه هذا حق ولكن أيضا واجب. احنا نعتقد في الحزب الديمقراطي أنه الأخ نجيب هو طاقة نضالية علينا أن لا نفرط فيها، مش بركة أن لا نفرط فيها، علينا أن نستثمرها على كل المستويات من أجل القضية التونسية. دونك هذا الانطلاقة أنه الأخ نجيب سيتحمل مسؤولياته كاملة على المستوى الوطني وعلى المستوى تفاعلات الحزب مع المستجدات المختلفة. ما هو مطروح هو أن نستثمر هذه الطاقات، وكما قلت أنت طرحناها في المؤتمر الحقيقة تكريما له، كانت هالمهمة هذه وقع تداول فيها بصفة مؤكدة في الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة اللي سبقت المؤتمر، وكان مطروح أن تطرح في المكتب السياسي الأول اللي سنعقده دايور مباشرة في النهار لحد القادم، ستطرح في إطار إسناد توزيع المهام. ولكن تكريما لدور نجيب الشابي لما أعطاه لتونس ولما أعطاه الحزب الديمقراطي التقدمي، وثقة منا بأنه سيواصل هذا العطاء من أجل تونس، رأينا أن نكرس ذلك في إطار المؤتمر، في إطار هذا الجمع من المناضلين وهذه الهيئة التقريرية الأولى في الحزب. دونك هذا من حيث الشكل. من حيث المهمة مش خرج، كيفاش قلت أنت خرج من هكذا؟ إيه خرج من دابة دخل من الخوخة. هو خرج من الأمانة العامة ولكن لم يخرج من الحزب، ولم يخرج من المهام النضالية المطروحة عليه. خرج من الأمانة العامة، والأمانة العامة كما نعرف هي الإدارة اليومية السياسية والتنظيمية للحزب، هي التحدث وتمثيل الحزب في مختلف المحافل داخليا وخارجيا، تمثيل الحزب والتحدث باسمه إلى آخره، كلها مهام تعود إليه باعتباري انتخبت الأمين العام لهذا الحزب. مهمة نجيب الشابي هي تكون أولا داخل إطار الحزب، داخل إطار المكتب السياسي الذي يفوضه للقيام بمهام على المستوى العلاقات الخارجية الدولية، وعلى مستوى وطني، اللي تحمل مسؤولياته لمستجدات
وفق مستجدات وتطور الوضع السياسي، وأيضا لما لا في علاقة باستحقاقات مهمة تهم لا فقط الحزب الديمقراطي التقدمي وإنما المجتمع التونسي برمته. أنا حبيتك تجاوب لأنه أنا مقتنع أنه العملية ما فيهاش خبث أو سوء نية، لأنه أنا نعرف نجيب من 40 سنة ولا يمكن، فيه بعض الناس يعتبروا أنه فيه مواقف بشوية كمبين وخبث وكذا. أنا أعرفه أنه ما عندوش خبث، وحتى كي يعمل أخطاء يعمل بحسن نية. فحبيتك سبحان الذي لا يخطئ. إيه لا يعمل بحسن نية، معناه معتقد يعمل خطأ لكن يعتقد صادقا بأنه هذا الموقف صحيح. إيه فهذا ليش حبيتك ترد على هذا المأخذ اللي سؤال آخر ما حبيناش تحدثوا في الخط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحزب الديمقراطي، لأنه نعرف شو رأيك في الموضوع. حبينا نعملوا ندوات تلفزيونية على مواضيع مخصصة، يعني لأنه مثلا كنهار سدعوك تتكلم في موضوع مقترحات الحزب الديمقراطي التقدمي لمواجهة مشكلة البطالة، تجيب الأرقام تاعك وتجيب التفاصيل وكذا تفيد المستمع. طيب شو يقولك عطيني الخطوط العامة للبرنامج السياسي واللائحة الاقتصادية واللائحة التربوية وكذا، مش تضيع كلها في العموميات. أما كنا نطرق إلى مواضيع متخصصة وفي مقترحات عملية لكن أفضل أعتقد. أكيد أكيد. فعلاش نحبين اليوم نتحدثوا على التوجهات العامة وإذا فما تغييرات إذا فما تحويرات للمنطلقات السابقة. فمثلا وتخصص التعريف بك أنت بشخصيتك أنت ما وبأفكارك طبعا، لأنه الانتماء لنفس الحزب لا يعني الاشتراك بالتفصيل في طبعًا كل المواقف. تتذكري الأخت مي أنه صار سجال بيني وبين الرفيق نجيب حول الإيديولوجيا، لأن الرفيق نجيب يعتبر أن الحزب تخلى عن الإيديولوجيا. هل تعتقد مي الجريبي بأن الحزب الديمقراطي التقدمي ليست له إيديولوجيا؟ الحزب الديمقراطي التقدمي هو حزب غير نمطي، صنفوه برشا ناس مش أنا اللي صنفته. نعم. هو حزب غير نمطي وحزب ارتكز على تجاوز عهد الإيديولوجيات، عهد الأحزاب، مش على تجاوز الإيديولوجيات، تجاوز عهد الأحزاب المبنية على الإيديولوجيات، لأنها منغلقة ولأنها تقوقع أصحابها. نعم. داخل بوتقة ضيقة لا تمكن من الفعل في الواقع. الحزب الديمقراطي أيضا انبنى على التقييمات تعتبر أنه الانغلاق في الإيديولوجيا لا يقدم، وتعتبر أن انطلقنا في مرحلة القطع مع هذه الإيديولوجيات، وتعتبر أن تنوع الخلفيات يكون عامل إثراء وعامل تقدم إلى الأمام لا عامل تقوقع إلى الوراء. وبالتالي هنا ربما ميزة الحزب الديمقراطي هو ليس جمع ستاتيك لمدارس فكرية مختلفة، هي عملية تقييمية لكل مدرسة فكرية، لأنه مش من انتمى لأي مدرسة يمكن أن ينتمي لحزب ديمقراطي تقدمي، عليه أن يكون اقطع الخطوة اللي تخليه يقطع مع الفترة المتكلسة والمتجمدة في تجربته الإيديولوجية، دون القطع مع المبادئ العامة التي انبنى عليه فكره. وأعتقد أن النيوانس هذه مهمة باعتبار أنها ترى الحزب في إطار ديناميكي، وترى التلاقح بين الخلفيات الفكرية المختلفة في إطار ديناميكي يؤسس لمرحلة أخرى متطورة ومتقدمة. الآن نحن نعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة الحزب السياسي البرنامجي بروغراماتيك، اللي يتفق حول برنامج سياسي معمق له مرتكزاته وثوابته الثقافية العامة التي تطرح على الحزب مهام للفعل في الواقع ولتغيير الوضع السياسي العام بمختلف تجلياته، يعني ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وغيره. هذا هو ميزة الحزب الديمقراطي التقدمي، وهذا موقع الفكر وموقع الإيديولوجيا فيه. نعم. مثلا الحزب الديمقراطي التقدمي تخلى عن الانتماء الاشتراكي، علاش حسب رأيك؟ الحزب الديمقراطي هو نصنفه نحن كحزب ذي منحى اجتماعي، بمعنى أنه يطرح العدالة الاجتماعية،
بمعنى أنه ينحاز لمختلف فئات المجتمع، أجراء، عمال، وأيضا أصحاب عمل. نعتبر أنها كلها أطراف متدخلة من أجل تحقيق التنمية في المجتمع ومن أجل تحسين وضع المجتمع بصفة عامة. ومن هذه الزاوية نحن نعتبر أن الانخراط في اقتصاد السوق من زاوية هذا المنح الاجتماعي يمكن أن يحقق التنمية العامة في المجتمع دون أن يجحف أو دون أن يتعرض لحق مختلف المتدخلين. هذه العناوين العامة للتمشي نتاع الحزب الديمقراطي التقدمي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى النظرة الاشتراكية. نعم، شكرا رفيقة مية. بودي أنت تعطي آخر كلمة للمستمعين عن طموحاتك في خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الرابع والمؤتمر الخامس. شو طموحاتك للحزب الديمقراطي التقدمي؟ طموحاتي كأمين عامة وكحزب ديمقراطي تقدمي هو أن يتحمل الحزب مسؤوليته الوطنية. أنا نعتبر في الحزب الديمقراطي أن نعيش مرحلة على غاية من الأهمية تهم كامل المجتمع التونسي، مش فقط حزبنا ومش فقط المعارضة الوطنية. إذن طموحاتي أن يتحمل هذا الحزب مسؤوليته في التصدي للمهام الوطنية، أن يلعب دوره كاملا في العمل المشترك مع المعارضة، باعتبار كما قلت أعتقد أن المهام هي مهام معارضة وطنية. وطموحاتي أيضا أن نبني جهاز الحزب بصفة تجعله يتوسع وينتشر ويكون فاعل في الواقع، حتى نكرس مقولة دائما نحملها احنا وشركائنا في المعارضة الوطنية، أن نخرج من زاوية النخبة ونجعل من عملنا عمل واسع يطرح ويتبنى قضايا المجتمع التونسي ويجعل المجتمع التونسي ينخرط في هذه العملية. شكرا، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.